كابتن محمود، دلوقتي احنا بنتكلم في عبد الله السعيد واسامه جلال وشريف اكرامي، دول اكيد مش موجودين في المباراه، في اسماء تانية هتغيب عن المباراه؟ والله لغايه دلوقتي الثلاث لعيبه دول بس اللي مش معانا، الباقيين يعني في ناس رجعوا من الاصابه وبداوا يشاركوا على فترات بسيطه وعلى دقائق بسيطه الفتره اللي فاتت، وده يمكن اللي شويه برضو اثر علينا. يعني احنا عندنا في اخر شهر كم اصابات مش طبيعي، صح. يعني في ناس مش معانا خالص وفي ناس قعدت ورجعت بس يعني قبل الماتشات الرسميه بيومين ثلاثه، يعني بدنيا ما لحقوش يجهزوا، بيستعمل قوام معين بيتحرك فيه، فيعني ان شاء الله يعني كله يبقى متاح ما عدا الثلاث اسماء اللي انت قلتهم ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى لكم مباراه كبيره ان شاء الله قدام النادي الاهلي. كابتن محمود فتح الله المدرب العام بفريق بيراميدز، بشكرك شكرا جزيلا.